الأب ما بيتعوضش. وسندي ونوران نورهان قالوا كلمة حلوة، أنا متدفية في حضن بابا. مش شطارة على فكرة إنك تكسر للبنت ضلع فيطلع لها 24 زي ما بيقولوا خالص. أنت بتكسر نفسها وبتعلمها إن هي كائن درجة تانية وتالتة وعشرة، وبتطلع من بيتك نفسها مكسورة وعندها عين هزامية ومنسحقة ومنبطحة، ولو جوزها عمل فيها إيه بعد كده عادي، ما هي متعودة على كده. فانت بتطلع نموذج الحقيقه غير سوي نفسيا. وفي الاول وفي الاخر كلمه السر هي الاب. هنا انا عايزه برضو اوجه كلمه لبعض الامهات ساعه الانفصال، وسامحوني لانه في حالات انفصال كتيره جدا بتبقى الام فيها بتحرض البنت ضد ابوها، بيبقى الاب عامل اللي عليه وعايز يشوف بنته منعاه. الاب عامل اللي عليه وبيدفع لها فلوس مدرستها ونفقتها واكلها وشربها ولبسها، بتقوم البنت عليه وتبتدي تشحن في البنت وتقلبها على ابوها، فتبتدي البنت رغم ان الاب عامل اللي عليه تالت ومتلت بتطلع عندها شحنه غضب وكراهيه ضد الاب بسبب الام. فانا عايزه اقول للام دي اتقي الله، انت كده مش بتتصرفي صح، انت كده بتهزمي البنت وبتكسري البنت قبل ما تكوني بتنتقمي منه في صوره بنتك، فاتقي الله وحرام عليكي. بس فمعلش دي رساله كان يجب ان انا اوجهها لبعض الامهات.